تتوقع مين يكون من لعيبه المنتخب يكون هو النجم او اللاعب اللي شايفه هيبقى نجم في بطوله افريقيا؟ لا ان شاء الله عبد الله السعيد ومحمد صلاح ورمضان صبحي ان شاء الله. تريزيجيه لان سرعاته بتنفع في مع الفرق مع المنتخبات الافارقه ومتالق الفتره الاخيره مع الفرقه بتاعته. محمد صلاح ان شاء الله هو احسن واحد فيهم يعني، هو اللي بيخلي الفرقه اللي تعمل مستوى حلو يعني. ان شاء الله عبد الله السعيد ورمضان صبحي لان هم محور المنتخب ان شاء الله وهم محطه للمنتخب. محمد صلاح باذن الله، ومحمد صلاح هو مصر كلها بتعتمد على محمد صلاح، زائد كوكا جنبه ومروان، وربنا يقدم لنا في الخير ان شاء الله. محمد صلاح نجم روما حاليا، وهو متالق ومشرف مصر في كل حته، ولاعب سريع ومتقدم يعني، هو اللي هو لمهم المنتخب اللي من دول يعني. تريزيجيه ورمضان صبحي ان شاء الله الاثنين طرفين وصراع وبيلعبوا بيضموا لجوه، ومحمد صلاح ان شاء الله معاهم وربنا يكرم ان شاء الله وناخد البطوله. والله انا شايف ان هو مش هيبقى لاعب واحد، ممكن ترتكز على كذا لاعب يعني، مثلا ممكن كهربا في الفتره الاخيره هو فايق، وممكن رمضان يعني عشان رمضان بس هو رمضان يعتبر الناس اللي هي الداعمه الاساسيه لمنتخب مصر واساسا كان اساسا مع النادي الاهلي. واتمنى يعني اتمنى عبد الله السعيد يكون ليه قدم كده كويسه في المنتخب ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان هو يدعم كهربا النهارده وينزل كهربا النهارده، لان الطبيعي ان ال 11 لاعب اللي هيلعبوا النهارده هم اللي هيبدا بيهم في ماتش مالي. فان شاء الله نفسي كده كهربا يبدا بيه، ان هو فايق الفتره الاخيره وجاب كذا جون كده كويس مع الفرقه بتاعته، فاتمنى يعني ان هو يبدا بيه النهارده على حساب رمضان وعلى حساب اي حد تاني. هو اكيد ما فيش غيره محمد صلاح طبعا، ده محمد صلاح نجم مصر وبيلعب في روما وحاجه عاليه جدا، وكفايه سرعته هتفيد جدا منتخب مصر. ورمضان صبحي برده كويس كويس جدا، والدفاع حجازي ما فيش زي حجازي في الدفاع.